العدو الصهيوني أكثر ما يخشاه في هذه المرحلة هو أن تتعدد جبهته القتالية، ونحن نتحدث عن جبهة غزة. هناك جبهة محتدمة منذ بداية هذا التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، والآن جبهة الضفة، وأعتقد أن جبهة الضفة هي الجبهة الأخطر للكيان الصهيوني إذا ما اشتعلت، نظرا لقرب القرب الجغرافي الذي يجمع بين فلسطيني الضفة وكذلك المستوطنين، نظرا لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمشي في الشوارع بآلياتها وبمركباتها. فبالتالي اشتعال الجبهة الداخلية في الضفة الغربية تمثل نقلة نوعية لهذا الصراع بين المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما كان يطالب به حقيقة سكان قطاع غزة، أن يأتي أحد ليحمل ولو قليلا عن غزة هذا العبء الكبير الذي تتحمله منذ أكثر من 32 يوما. الضفة الغربية كانت هناك مطالبات واسعة، مطالبات شعبية بأن تنتفض، والضفة يعني انتفضت، وهناك أكثر من 100 شهيد منذ بداية العدوان على قطاع غزة بالتزامن مع هذا في الضفة الغربية. لكن ما يطلبه المواطنون في قطاع غزة أن يكون هناك اشتباك بالسلاح، اشتباك بالفصائل العسكرية المسلحة في الضفة الغربية لتشتيت تفكير العدو الصهيوني، لأن جبهة الضفة الغربية إذا اشتعلت ستكون موجعة، خاصة على صعيد أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهذا أمر يعني كما ذكرت أمر يخشاه جدا الجيش، ويحاول بكل ما أوتي من قوة أن يعني يبقي جبهة الضفة هادئة. وشاهدنا هذا في تصريحات أنتوني بلينكين الأخير عندما كان له لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال له شاكرا أنه يعني الرئيس لازال يحافظ على الهدوء في الضفة الغربية، وهذا يقرأ على أن الولايات المتحدة وأيضا الاحتلال الإسرائيلي يخشيان وبقوة اشتعال جبهة الضفة الغربية التي أتوقع أن تشتعل في الأيام القادمة إذا استمرت وحشية الكيان الصهيوني بهذه الشاكلة في قطاع غزة.